أنت في طاقة صعبة جدا في هذه الفترة، أنت تشعر بغدر وخيانة وألم، ربما تشعر بآلام في الظهر، وربما تشعر بأن الحياة قد توقفت. هذه القراءة الثانية التي تظهر لي هذه الطاقة، برج الميزان ظهرت لي هذه الطاقة، وها أنت أيضا برج الجوزاء. إذا أنت تشعر بآلام في الظهر ربما، أو ربما تشعر في هذه الفترة بأن هذا الشخص، هذا الحبيب قد غدر بك، قد خانك، أو ربما أنت تشعر باكتئاب وآلام نفسية، وبأن الحياة صعبة جدا عليك وتعاني جدا، ولا تقدر بأن لا تشعر بأن هذه الحياة لا يوجد فيها شيء جميل وسوداء، ولكن الأمل موجود. انظر، هذا السواد يخرج والأمل موجود في حياتك، لكن فقط ما كل ما عليك فعله أن تبتعد عن الأشخاص السلبيين في حياتك، لأنك إنسان محبوب وتستحق الحب، وأنت بابتسامتك تشفي جميع الجراح. أنت تشعر بأن هذا ترى بأن هذا الشخص منهمك في عمله، لا يعطيك أي اهتمام، وهو إنسان لا يظهر لك أي مشاعر، وهذا الإنسان متباعد عنك، لا يريد أن يتكلم معك أبدا في هذه الفترة، هو ينتظرك أنت لكي تبادر أنت، هو يراقبك جدا، لا يظهر لك أبدا بأنه يراقبك، وهو إنسان أيضا عملي وناجح، مهتم بعمله، ولكنه يراقبك دون أن تعلم، وهو ينتظر منك أنت لكي تتقدم وتصالحه. هو مجروح أيضا ومكتئب وحزين، وهو يشعر بأنك قد ابتعدت عنه، ويفكر بك أيضا، وهو لا في هذه الفترة لا يجد طعما لهذه الحياة. هناك عروض جدا أمام هذا الشخص، ولكنه هو لا يفتح عينيه أبدا لهذه العروض، هو يعيش معك، هو ما زال يعيش معك، عقله معك، أو ربما هو لا يريد أبدا الحب، ربما هو لا يريد الحب، ولكنه هنا ظهر لنا في طاقة الانتظار، هو يريد أن يأتي إليك، عنده طاقة عالية باتجاهك، لكنه لا يظهر لك أبدا أي مشاعر أو أي اهتمام. هو شخص عنيد ومتمسك برأيه جدا، وغيور يغار جدا عليك. ربما حصل بينكم أنت وهو كلام عن طريق السوشيال ميديا، وقد حصل ابتعاد من بعدها، وغضب وشجار. هذا الشخص متواصل معك بالروح بطريقة كبيرة، وعنده انجذاب عالي جدا وحب لك. أنت تحب هذا الشخص، أنت تشعر بالغدر والخيانة، وهو يحبك أيضا. طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة الآن، أنت تريد أن تهتم بنفسك وبجمالك وبشبابك وبقرارك قراراتك، أنت تريد أن تعطي فرصة لحياتك، تريد أن تجدد شبابك، تجدد حيويتك، تريد أن احتمال تلعب الرياضة، تهتم بنفسك، تهتم بغذائك، تريد أن تعمل تغييرات في حياتك، تغييرات نحو الأحسن، وأنت قد أخذت القرار. طاقة الحبيب هو في طاقة بداية جديدة، أو عنده شغف عالي باتجاهك، عنده شغف عالي باتجاهك، أو عنده غيظ وغضب أيضا ربما، من جراء مثلا ما حدث، من جراء ما حدث، ما حصل بينكما. هو عنده غضب وغيظ وحماس بنفس الوقت، حماس، ربما حماس لك، أو حماس لبداية جديدة مع شخص غيرك،
أو ربما هو في بداية عمل جديد، دراسة جديدة، أي حماس لأي شيء في هذه الحياة. هذه طاقته. مشاعرك باتجاه هذا الحبيب، أنت في وضع تباعد عن هذا الشخص، أنت تراقبه عن بعيد ولكن بطريقة خفيفة دون أن يعلم، ولكنك بنفس الوقت تريد أن تقف وقفة مع نفسك وتحاسب نفسك على ما حصل. هل أنت كنت مخطئ، أو هل هذا الحبيب كان على صواب؟ ما الذي حصل بينكما؟ لماذا حصلت هذه المشاكل؟ من المخطئ بينكما؟ أنت تحاسب نفسك في هذه الفترة. هذه مشاعرك، تريد أن تحاسب نفسك وتقف مع نفسك لعلك تجد حلا لهذه المشاكل التي بينكم. طاقة الحبيب في هذه الفترة لهذه القراءة، أو مشاعر الحبيب لهذه القراءة، هو إنسان جدا طيب القلب وصادق وبسيط وروحاني ويحبك جدا وفاتح قلبه لك للمصالحة، ولكن عندك القرار، وهو كما ظهر لنا هو في طاقة انتظار. هذا الحبيب في طاقة انتظار، هو مهتم بك ويراقبك وحزين لغيابك، ولكنه بنفس الوقت عنيد وغيور. هو غيور عليك، هو هذا الشخص يغار عليك جدا. ربما حصلت هذه المشاكل كلها بسبب الغيرة وبسبب غضب حصل بينكما، كلام وغضب أدى إلى هذا، لكن هذا الشخص هو يحبك جدا وعنده انجذاب عالي بطريقة كبيرة لك، وقلبه جدا طيب وروحاني ويريد منك المصالحة، وهو يراك في هذه الفترة. ربما يشعر بأنك تتناول الخمر، هو يعرف أنك تتناول الخمور، أو ربما يشك بأنك في علاقة ثلاثية، يشك بأنك دخلت في علاقة ثلاثية وأنت الآن تعيش حياتك. وظهر لنا في الطاقة العامة أيضا بأنك ممكن أن تكون قد دخلت في علاقة ثلاثية في هذه الفترة، أنت خرجت من العلاقة مع هذا الشخص ودخلت في علاقة ثلاثية مع شخص آخر، أو ربما كنت في هذه الطاقة من البداية، كنت مع هذا الشخص وأنت متعرف بالأصل مع هذا الشخص، وبدأت الآن بعلاقة ثلاثية مباشرة، تركت هذا الشخص وبدأت في علاقة ثلاثية. ربما هذا الكارت يقول انجذاب، ربما انجذاب مع الطرف الجديد، ربما كان انجذاب مع الطرف الجديد، أو ربما انجذاب مع الشخص الحالي الذي أنت معه في هذه الفترة. ولكن أقول لك هذه البطاقة، سامح وتعلم، سامح وتعلم. إذا كنت أخطأت بحق هذا الشخص، تقول لك هذه البطاقة سامح وتعلم، سامح وتعلم. ربما هو من أخطأ معك ودخل في علاقة ثلاثية، ولكنه هو يراك أنت من دخلت في علاقة ثلاثية، أنت الذي دخلت في علاقة ثلاثية. نوايا هذا الحبيب، هو يريد أن يأتي إليك مسرعا، أسرع مما تتصور، لكنه هو ينوي على هذا لأنه حزين جدا. خطوته القادمة هذه، هو يريد أن يظهر لك، سيأتي إليك ويظهر لك حبه لك وحزنه على غيابك، حبه لك وحزنه على غيابك. هذا الشخص يريد أن يأتي إليك
ويعرض عليك بداية جديدة وعلاقة ثابتة وراسخة، علاقة قوية، علاقة طويلة الأمد. هذا الشخص نواياه جدا جميلة، وهو يريد خطوته القادمة أن يظهر لك حقيقة مشاعره ويقول لك كم هو يحبك، ويحاول أن يعمل توازن بينك وبينه في هذه العلاقة، لأنه جدا حزين ومفتقدك، حزين لغيابك. مصير العلاقة، ستخرج هذه العلاقة، ستنتقل هذه العلاقة من مرحلة إلى مرحلة أفضل بإذن الله. سيكون بينكما رجوع، سيكون بينكما عودة، ستنتقل، سيكون بينكما توازن. إذا كان هناك مسافات بعيدة، سيأتي هذا الشخص إليك من مسافة إليك، ويحاول أن يكون معك في زواج، ويقدم لك العدل. تقول لك هذه النصيحة: افتح قلبك للحب. احتمال بأنك أنت لا تظهر عواطفك لهذا الشخص، احتمال بأن هذا الشخص يحب أن تتكلم معه بطريقة أجمل، بطريقة رومانسية أكثر، بطريقة جميلة تعبر له عن مشاعرك. هذا الشخص هو إنسان جدا طيب، ولكن ربما أنت لا تتكلم معه بطريقة شفافة وجميلة. تقول لك هذه البطاقة: تكلم معه بطريقة رومانسية وافتح قلبك للحب والمشاعر الصادقة. فهذا الشخص جدا طيب وجميل، وسامح إذا كان هناك مشاكل بينكما أو أي شيء حصل بينكما. تدعوك هذه البطاقة لكي تعطي الحب الفرصة في حياتك، لأنك أنت منجذب جدا لهذا الشخص، عندك انجذاب عالي، أنت تراه بطريقة جذابة جدا، أنت ترى الحبيب، وهذه طاقتك، أنت ترى بأن هذا الشخص جذاب جدا، أنت منجذب له بطريقة كبيرة، أنت تراه جميل جدا جدا. وهذه البطاقة تدعوك إلى الابتعاد عن أشخاص سلبيين. إذا كان هناك سلبيين يؤثرون على حياتك، من أهلك، من أصدقائك، من أقربائك، ابتعد عنهم، لا تستمع إلى كلامهم، فأنت شخص محبوب، وابتسامتك دواء لكثير من الناس من حولك. شكرا لكم مواليد الجوزاء على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.